لا بس كان غالي ما قدرتش اجيبه. يلا خطوه نظام وانتوا داخلين، يلا خليكم مؤدبين عشان افسحكم تاني. ماشي حبايبي. الريحه الحلوه دي شامين يا بنات؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وايه النظافه دي؟ مين اللي جاب التمثال ده من المخزن؟ اما كانت خروجه حلوه بشكل يا ماما. اه صحيح، ما هي جايه على هواكي. قصدك ايه يا ست عداله؟ ما انت كمان طلعت لك بموبايل جديد. في ايه وانت عينك فيه؟ الله 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 الله، انت هتتخانقوا قدامي؟ ما تجيبيها من شعرها احسن. سوري يا ماما. تعالوا نفسكم. تعالي يا مامي شوفي. ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه البيت ده؟ ايه النظافه؟ لا الاباجورات دي مين اللي جابها؟ بط كمان بط؟ انا بقالي كتير ما اصطادتش بط. ايه ده؟ ده عشاء راقص يا ماما. الله، ده شكل سمحه دي هتعمر معانا قوي. عشان تعرفوا ما جايب امكم. السجن عندنا 5 نجوم فول بورش. جايبه لكم الشيف سمحه شامبو. الله، يا فين يا شامبو؟ شامبو. الله، ادوق ادوق يا ماما. لا لا اوعي، حد يحط ايده. دي بتصلي يا ماما؟ اه طبعا طبيعي. الله، بني ادمه بتصلي وتلاقيها توضت. تمام بتصلي، يبقى كده شكلها فعلا يا ماما طيبه طوبه نصوحه. طب يلا يا جماعه والنبي عشان انا هموت من الجوع. يلا شيلي شيلي، يلا قومي قومي قومي، يلا اطلعوا غيروا هدومكم واغسلوا ايديكم ووروها لي، لازم اشم ايديكم تبقى نظيفه زي الفل. يلا. دي ماما بتعاملنا كاننا لسه في ابتدائي. هتفضلوا طول عمركم صغيرين مهما كبرتوا. ما هي برضه ما تنسيش انها كانت بالنسبه لنا الام والاب. ده انا حتى مش فاكره بابا الله يرحمه خالص يا ماما. الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. انتوا عارفين ان انا ما بحب سيرته على الاكل. يلا اتفضلوا غيروا هدومكم وتعالوا، انا مستنياكم. يلا. صحيح يا ماما، هو حضرتك مش هتغسلي ايديك؟ لا لا، اصل انا مش هاكل. اوكي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا ست الكل، لما حضرتك ناديتي عليا كنت بصلي. يا سلام يا سمحة، وشك منور ولا اللمبة الموفرة. تقبل الله. سعيكم مشكور. ايه؟ ايه؟ سعينا ايه ده؟ هو أنا قلت لك شد حيلك؟ أنت يا بنتي داخلة في الإسلام جديد؟ اسمها تقبل منا ومنكم. لا مؤاخذة يا ست المأمورة، اتلخبطت. ولا يهمك، المهم النية. أنا عاوزاكي ما تسيبيش ركعة، أنت عارفة أنت عاملة بلاوي كتير. بس إيه الجمال ده؟ أتكلم على إيه ولا إيه؟ نظفت البيت أنت طلعت البقعة دي إزاي؟ وإيه الأكل الجميل ده كله؟ عملتيه إمتى؟ ربنا يخليكي، يا رب يكون عجبك وإن شاء الله الأكل يعجبك كمان. أنا كل أمنية في الدنيا دلوقتي مرضاكي عني. الله العظيم، ما تقوليش كده، ده أنت حبيبتي يا شامبو، أنت حبيبتي والله. ده أنت لسه ياما هتشوفي مني. انت عرفتي القبلة ازاي؟ الحمد لله ربنا هديني وعرفتها. يعني هي كده صليتي كده؟ لا صليت كده. اه سعيكم مشكور. اسمها تقبل الله منكم ومنا. اخر الاحزان يا حبيبتي، اخر الاحزان، والله انا زعلت قوي. يا محيط راسي. طمنا يا دكتور. خير ان شاء الله، شويه كدمات بسيطه. كلها كمان هتبقى زي الفل، هكتب لها على اقراص مسكنه ومرهم ان شاء الله تدين بمكان الكدمات. يا شاسي دماغي. سلامتك يا حبيبتي، الف سلامه. تعبانه. انت بقيتي زي الفل. دكتور طمنا خلاص. متشكرين يا دكتور. الله يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. اتفضل. ده دكتور ده عايز له دكتور يا ماما. سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. انت ما عملتيش محضر باللي حصل ده؟ محضر ايه يا بنتي؟ يا احنا ناقصه فضايح. ايه اللي هيجيب فضايح بس يا مامي وانت عامله حاجه غلط؟ طبعا الجرايد بقى والمجلات ولب لب لب لب، وبعدين المحطات الفضائيه المنافسه ما هيصدقوا يطلعوا بقى اي كلام. الف سلام عليك يا حبيبتي. الدكتور طمني خالص اهو، ايه الدلع ده؟ بجد يا عموره؟ والله العظيم قال لي ولا في اي حاجه خالص. وانتوا يعني لازم امكم تتضرب وتتبهدل وتتخرشم عشان تيجوا تقعدوا معايا
يا حبيبة قلبي هنعمل ايه بس؟ ما انت عارفه زحمه الشغل وقرفه. وانا والله يا مامي برجع من الشغل هلكانه، ما بصدق اشوف السرير واروح عاملاه ستارت، ما بصحاش الا تاني يوم وزن الالارم في ودني. طيب ما تيجوا تقعدوا هنا في فيلة امكم، ادي اوضتكم جاهزه وحلوه وزي الفل، ما تيجوا تقعدوا معايا؟ ولا هي فيلة ابوكم بس هي اللي حلوه؟ لا طبعا يا ماما. طب والله العظيم والله لو علينا نفسنا نقعد جنبك طول العمر، بس هنعمل ايه بقى؟ حاجتنا كلها هناك يا ماما. وكل شغلنا على مكاتبنا في اوضنا عند بابي، هنجيب كل الحاجات دي ونيجي ازاي؟ بالظبط كده. وافرضي بقى نسينا حاجه، نضطر بقى نضرب مشوار من الصحراوي لغايه الشروق ونرجع تاني من الشروق لغايه الصحراء. دي سحله يا ماما سحله. لا والله. ايوه تشتغلوني اشتغلوني وحدفوني لبعض حدفوني. لا يا حبيبتي انا مش عايزاكي تزعلي خالص. ايه رايك بقى ان انا وعمر هنبات معاكي النهارده، مش هنسيبك الا بكره الصبح وانت زي الفل ونبقى مطمنين عليكي، ولا انت عندك راي تاني يا استاذ عمر؟ هو انا اقدر اتكلم؟ لا والله لا والله لا والله، كتر الف خيركم. لو انتوا كمان عايزين تسيبوني وانا متخرشمه كده. يا قرقشتي كفايه عليك انت يا عمر كده. احمد بوجي هتفضلي مدوخاني كده لحد امتى؟ عايز ميعاد بقى. يا سلام بس كده. يوم الخميس ساعة 7 امام نادي الجزيرة، البوابة الرئيسية، انتر طير انت وبقابلني بقى لو حد جالك. اي بشويش داريت الجرح بشويش يا ابني بشويش. يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي. حاضر حاضر ثانية واحدة. مش شحنتني خلاص؟ مش شحنتني حالا وخارجي ودخلي ومش عاتقلنا. يا سيدي ودني هتتخرم، هنطلع على الهوا بسرعه. فضل يا يلا اتفضلي. يلا اعوذ بالله. يا كشتمر الميك اب بتاعي كويس؟ اوكي يلا جاهزه يلا اتفضل. اعزائي المشاهدين مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من هنا الحقيقه. الحقيقة الأسبوع اللي فات كنا بنمر بأحداث ساخنة جدا، ولذلك الحلقة النهاردة هتبقى على صفيح ساخن. الحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن نبوية تمساح اللي شغلت تفكيرنا الفترة اللي فاتت. إيه هي نبوية تمساح دي؟ بتعمل إيه؟ بتشتغل إيه؟ بتتصرف كده ليه؟ عملت لنا الحقيقة إرهاب في حياتنا الفترة اللي فاتت. بس إحنا للأسف الحدث المؤسف اللي حصل وهو السطو المسلح على بنك وقتل أبرياء، وكل ده وراه امرأة اسمها نبوية تمساح. أرجوكم يعني يا ريت لو في حد عنده أي معلومات يساعد الشرطة ويبلغ الداخلية فورا. بمناسبة الداخلية بقى، إحنا بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم في موضوع برضو مهم وساخن، وهو الشرطة النسائية، ما لها وما عليها. انتظرونا بعد الفاصل. الإعلانات كلها شبه بعضها. ايه ده؟ عملت لكم بقى سندوتشات يا بنات، هتاكلوا صوابعكم ورا. يا شامبو خف على البنات، معدتهم ايه هتترجرف زي الكيس البلاستيك؟ هو انا هذبحهم على عيد يا وليا؟ ايه ست هانم، خليهم ياكلوا وتبسطوا. اقعدي يا سمحه معانا اتفرجي على البرنامج بتاع نسار عبد الحق ده، هتتكلم النهارده عن نبويه التمساح. انت عارفاها؟ طبعا عارفاها، يعني سمعت عليها. وايه رايك فيها؟ والله يا انسه شرف ما حد عارف الست دي حكايتها ايه، وهي فعلا اللي بتعمل كل ده ولا مظلومه وبيتبلوا عليها؟ مظلومه وبيتبلوا عليها؟ وانت مالك بتدافع عنها قوي كده ليه؟ لا هو هدافع عنها ليه؟ يا قريبتي يعني ولا كانت من بقيه عيلتي؟ اتعشيتي يا شامبو؟ يا ست هانم اللي يعيش معاكي برضو يبات جعان. الحمد لله. اهو الفصل خلص، اسكتوا بقى لما نشوف انتصار هتقول ايه. علو علي عداله، علي امانه، ريموتي عداله،
رغم اقتناعي بعمل ريموت يا ماما. ما تعالوا يا بنات. الا اني اعترض بشده على عملها في مجال الشرطه، وبالرغم ان الشرطه النسائيه نجحت في بعض الدول المتقدمه الا انها فشلت فشل ذريع في مصر، لان الشرطه غير طبيعه المراه المصريه، مختلفه خالص. المراه المصريه تشتهر بانوثتها ونعومتها ورقتها وانها مرهفه الحس، وكذلك غير مؤهله انها تشيل مسدسات او مدافع او انها تطارد المجرمين والخارجين على القانون وانها تركب موتوسيكلات. ولذلك انا اناشد وزاره الداخليه انها تشيل الميزانيه المخصصه للشرطه النسائيه وتدعم اي فرع اخر في الشرطه، شرطه البريد مثلا. يا نهار ابوكي اسود، ده انا هخلي وقعتك سود. حد جاب لي الطبانجه، هدول التليفون، حد جاب لي التليفون، هدول التليفون، جيبوا لي نضارتي، شوفوا لي نضارتي فين، نضارتي فين، نضارتي في ايدي، نضارتي في ايدي، نضارتي في ايدي، شوفوا لي نمرتها، انا مش شايفه، انا مش شايفه، حد يقول لي النمره، اطلبوا لي النمره، اطلبوا لي نمرتها، اطلبوا لي نمرتها، بس يا ماما اطلبوا لي نمرتها. انا هعمل ايه؟ انا هبهدلها بس مباشر، هشفر لها بقعها. اديله بقى يا ماما يا جامده. الو، ومعانا اتصال من الشيخ زايد مدام نور، نقول الو. الو. انا مش مدام نور، انا قلت كده بس عشان ادخل معاكم على الهواء. ليه يا مدام نور؟ احنا اي حد معدي بيدخل على طول. اهلا وسهلا حضرتك، القناه بتاعتنا قناه حره، اللي عايز يدخل يقول اي راي يتفضل. اهلا بيكي، بس عليك بس تودي التلفزيون شويه. لا انا مش هودي التلفزيون، انا العميده نور عز الدين، ثلاث نجوم ونسر، ومادام ما بتعرفيش حاجه عن الشرطه النسائيه احسن لك ما تتكلميش عن الشرطه النسائيه. انت احسن لك تتكلمي عن الطبيخ، عن اسعار البطيخ. انت ما تعرفيش الانجازات العظيمه اللي بتعملها الشرطه النسائيه، يبقى احسن لك تسكتي خالص. انجازات وعظيمه اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ ايوه اتغمزي واتريقي يا اختي، ما هو العيب مش عليكي، العيب على اللي مساكك الحديده اللي في ايديكي. هو ده اعلام اللي انت بتقدميه ده؟ ده انت عامله زي الوليه اللي واقفه في البلكونه وعماله تتريق على اللي رايح واللي جاي. انت تعرفي انت بتكلمي مين؟ انا ماموره سجن القناطر للنساء، وما يفهمش المراه غير المراه اللي زيها. انا من موقعي حققت انجازات ما قدرش يحققها زميلي الرجل اللي مسك السجن قبلي. انا السجن بتاعي بيتدرب بالامثال في الانضباط والالتزام، الناس عندي بيخرجوا صالحين بعد ما بيتم تهذيبهم. صالحين وملحين. صالحين ازاي يا مدام نور؟ حضرتك ده اللي بيخرج من السجن بعد اسبوع بيرجع تاني. غلط غلط، وبقولي للمعد بتاعك يتأكد قبل ما يرمي الناس بالباطل. على أي حال واضح إن حضرتك متزمتة في رأيك، ودي حاجة خاصة بيكي، بس ما أنا مش مقتنعة برضو، ومتأكدة إن أي شرطي راجل كان هيبقى أحسن منك مليون مرة. صح صح، سقفولها سقفولها. سمعتي بناتي؟ شفتي بناتي حلوين إزاي بيسقفولك على خيبتك؟ أنت أول مرة تقولي كلمة صح، زي برضو ما اي اعلامي راجل هيقدم البرنامج ده احسن منك. على فكره انت بتقدمي البرنامج ده بفلوسك وبتعملي شو بفلوسك، انت فاكره الناس هتصدقك؟ الناس بتعرف الكويس من المغرض. انا قفلت التلفزيون خلاص وحولت القناه. كلك ذوق كلك ذوق مدام نور، مع السلامه. قفلت السكه في وشي، قفلت السكة في وشي. أنا العميدة، أنا العميدة نور عز الدين، أنا العميدة عز الدين. يتقفل النور في وشي؟ أنا تقفل النور في وشي؟ أنا تقفل التلفزيون في وشي؟ أنا تقفل فين التليفون؟ أنا كتفاتي تلات نجوم ونسر يتقفل في وشي السكة؟ أنا دي مين دي؟ دي مذيعة دي؟ دي تشتغل إيه؟ أنصر ماشي؟ أنا تهان وأنتوا واقفين؟
وديني لفضحها في كل القنوات. اهدي بس كده يا ماما، ما انت بصراحه اديت لها ما خليتلهاش. ولا اديتها حاجه، انا لسه اديت، ده انا هجيب لها ادمور في لسانها. هي دي قناه، دار الحقيقه دي دار الحريقه، دار الفضيحه. خلاص بقى يا ماما، سيبي زمايلك يتكلموا، اشمعنى انت؟ خلاص لا يا حبيبتي، دي بقت قضيه شخصيه بيني وبينها. يا ماما ما تكبريش المواضيع قوي كده، اقعدي بس اهدي الاول. اكبر ايه يا بنتي، ده انا اتهنت، ده انا هيبه، ده لا تلات نجوم وناس. انت فاكره اهانتي دي حاجه بسيطه؟ اهانتي من اهانه وكرامه الدوله. عارفة لما وصل الموضوع للكبار هيعملوا ايه؟ مش هيسكتوا، هيبهدلوها. موبايل 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 موبايل، دوروا لي على الموبايل. فين يا بنت؟ موبايل، شوفوا تحت الترابيزه. شوفي يا بنت، انت واقفه جايه من ناحيتي، انا بدور هنا، انت دوري هنا. انا اسفه، موبايل دوري يا اخي. موبايل موبايل، ايوه ايوه موبايل، شفته. الو اللواء، اللواء سياده اللواء. الو، ازيك سعادتك؟ نعم سعادتك. لا 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 سعادتك، ده هي شتمت شتمت الشرطه النسائيه. ابعدوا ابعد، مش حضرتك، سعادتك سعادتك ما تبعدش، خليك قريب خالص. سعادتك هزقتنا هزقتنا سعادتك. اه انا كنت ماسكه لساني، والله انا لو سبت لساني كنت كلت حنجرتها سعادتك. انا ماسكه نفسي والله سعادتك، انا ماسكه نفسي. هي الوزاره هتسكت؟ لا لا مش بزعق، الوزاره سعادتك هتسكت. ايوه ايوه لازم الوزاره، لو ما اديتهاش في العالي هي هتقول وتلالي سعادتك. اه حاضر سعادتك، اوامر سعادتك. ايه ده؟ قفل السكه في وشي. انا مش عارفه بردانه ليه، جسمي مولع ولا بردانه، انا حاسه ان انا بلع بوتاجاز خمسه شعله. معلش يا ماما، معلش نفسك خالص. انا ساكته اهو، انا ساكته خالص، بس اسكتي انت كمان. اسوأ حلقه عملتها في حياتي. يا فندم ليه؟ ده الحلقه من ساعه ما نزلت على النت وهي عماله تتشهر على اليوتيوب والناس عماله تتفرج عليها على فيسبوك. ايوه طبعا بيتفرجوا على انتصار عبد الحق وهي بتتهزق. بالعكس يا فندم، انت رديتي كويس جدا على كل المتصلين اللي هاجموكي. ايوه وانا مش سابق قبل كده، قلت لكم لازم تتاكدوا من شخصيه المتصل، ولا هو الهوا كده مفتوح عندي على البحر اللي يدخل يدخل. يا فندم هي عملت انها مواطنه عاديه، احنا نعرف منين؟ لازم تتاكدوا. بقول لك ايه، انت بكره الصبح تروح وزاره الداخليه تجيب تصريح، لازم نروح نصور عندها في السجن. انا ان ما بهدلتها انا، انتصار عبد الحق تتهزق كده؟ ان ما بطلتها قله الادب دي؟ انت يا ابني طول النهار تليفونات، ما ترد يا حبيبي. ولا دي قناه منافسه؟ لا دي قناه منافسه والله العظيم. ابدا يا فندم، ده انا دراعك اليمين. دراع اليمين؟ ايه يا ابني لغه الحواري؟ ايه يا ابني، هو احنا في عصابه؟ دراعك اليمين نهايده. بكره الصبح تكلمني تقول لي عملت ايه. حاضر حاضر، يلا يا ابني اقفل الباب. اف هزه على اخر الزمن. يا بشير واللي حواجني ليك تنظف، عملت ايه؟ ايه ده؟ اثبت ايه اللي خلاك ترفع الغطا بتاع الصوره دي؟ كنت منظفه حضرتك. كذاب كذاب، انا شايفاك وانت بترفع الغطا من عليها. عارف ايه اللي ممكن يحصل لنا دلوقتي؟ البيت ده كله ممكن يتحرق وانت فيه. ليه حضرتك؟ ليه ليه؟ مين ده؟ مش مسموح لك تكلم، مش مسموح لك تكلم. غطيها 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 بسرعه، غطيها غطيها غطيها. مين ده؟ ده عمي حبروك. بيعمل ايه يعني؟ بيعمل كتير، هتفكرني ليه؟ من 30 سنة كان اللي يشوفه يستبح بوشه. بعد 3 ايام يلاقوه محروق. يا ساتر. او مخنوق. يا ساتر. او مشلول. يا لهوي. ولو ضحك في وشك بعد يومين يلاقوك مسلوخ. يا ساتر. او منفوخ. يا ساتر يا رب. او مكسور. يا ساتر. مسكتها؟ مسكت الصورة؟ مسكتها. الحل ايه؟ لازم تقول التعويذة. اللي هي ايه حضرتك؟ حبروك يا حبروك، حبروك ما تلوش. حبروك ما تحركش. حبروك ما تلوش. حبروك ما تحركش. حبروك ما تحبركش. حبروك ما تحبركش. حبروك يا حبروك. حبروك يا حبروك. 10 مرات. 10 مرات حبروك. طب وبالنسبة للثلاث صور دول حضرتك؟ لا دول ضحايا حبروك.
والدتي الحاجة لوجي. مين؟ الحاجة لوجي. ملكة جمال بلطيم في السباحة. باين باين. ماتت محروقة في البانيو فتح الرحم. منه؟ منه. طب ومين ده؟ ده عمي حكم دار الشرقية. الله أكبر. مات مشلول وجلطة. منه؟ منه منه. والدي ماله؟ والدي ماله يا حبيبي يا والدي العمدة عز الدين اللي الخير ده كله اللي أنا فيه من عنده. يا سلام. مات مسلوق قصدي محروق. منه؟ منه. يا ساتر. يا رب كلامنا خفيف عليه. يا رب ما تقربلوش. لا مش اقربله على طول. حبروك يا حبروك. حبروك يا حبروك. حبروك يا حبروك. حبروك ما تلوش. انا قلت حبروك ما تغلوش. حبروك حبروك. الله اكبر. الله حبروك يا حبروك. حبروك. اه ايدي ايدي. يا مش مهندسه يا مش مهندسه يا مش مهندسه. خير يا زكريا؟ إيش حسنين ابن العمدة واقف بره ومصمم يقابل حضرتك. انا مش قلت لك قبل كده لو جيت قول له ان انا مش موجوده؟ ماني قلت له انك مش موجوده يا مش مهندسه. اللي ينزغت في قلبه الغفير هو اللي قال له انك هنا. وبعدين عربيه حضرتك مركونه بره. وهو واقف فين دلوقتي؟ على باب المزرعه بره يا مش مهندسه. امري لله. اشرقت الانوار يا مش مهندسي. ايه اللي انت لابسه ده يا حسنين؟ ده اقل حاجه عندي يا انسه شرف. اصل انا لبسي كله مستورد. لا ما هو باين باين قوي انه مستورد. خير يا حسنين؟ انا كنت جايب زياري ليكي وللقصر الكريم وقلت لازما اسلم عليك بنفسي. متشكره قوي. بس بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه ازاي بس يا انسه شرف؟ طب ده احنا حتى جيران والجيران لبعضيه. وابويا العمده دايما في سير جدك الله يرحمه ويقول لي حاج عز الدين ده هو اللي مربيني وافضاله علي يا مه. على العموم شكرا. بس من فضلك ما تعملش كده تاني عشان الحاجات دي دسمه يعني بتتعب لنا القولون. قولون؟ قولون ايه بس يا انسة شعر؟ طب ده حتى الاكل ده كله شيفه. جربي انت بس وهتدعيلي. متشكره قوي. طب معلش اصل انا عندي شغل فهضطر ان انا استاذن. اتفضلي يا ست الكول. عم مصلح. قوموا يا ست هاني. من فضلك خد الحاجات اللي جابها استاذ حسنين وحطها لي في العربيه. حاضر يا ست الكل. بعد اذنك. دي مالي كده عامله زي العسكري الانجليزي. معلش بكره مسير هتضعف قدام شياكتي وسامتي. ما تقلقش ده شيء اكيد. بص قدامك. بص قدامك. خلصي قدامكم 20 دقيقة بالظبط تخلصوا فيها الأسئلة اللي عندكم واللي يخلص يجيب الورقة بتاعته مكتوب عليها اسمه. مفهوم؟ الله الله عليك يا بنتي أمينة. كلام النهاردة هيريحك من الحيرة ويعرفك يعرفك أنا ويعرفك كان مالي في الفترة الأخيرة. مش هقدر اسكت زي كل مره. اسكت زي كل مره. بتعملي ايه يا بنت؟ طبق مس عواطف. وانتي بتعملي ايه يا امان؟ لا بدل حضرتك الاولاد عندهم امتحان فبيحلوا اسئله الدرس وانا مستنياهم يحلوا الاسئله ويجيبوا لي عشان اصحح الاسئله والدرس بس انا دخلت لقيت الولاد بيغشوا من بعض. بيغشوا؟ لا حضرتك ما هو ده مش امتحان. دي اسئله الدرس وانا بخليهم يحلوا يعني اسئله الدرس جماعي يعني عشان يتسقطوا جماعي.
وده ايه ده بقى اللي حضرتك بتكتبيه؟ ايه؟ كلام النهارده هيحيرك من الحيره؟ لا ابدا حضرتك، اصل دي خواطر جت على بالي وانا قاعده، فقلت اكتبها قبل ما انساها يعني، اصل انا شاعره وبكتب اغاني بس على قدي. وجاي تكتبي الشعر والاغاني هنا في المدرسه؟ اسمعي يا امان، ده اخر انذار هوجههولك، سيبك من الاغاني والكلام الفارغ اللي انت بتكتبيه ده وركزي في شغلك، والا هيكون ليا معاكي تصرف مش هيعجبك. اوكي؟ كملي الدرس. حاضر يا مس عواطف. ليه القرف؟ خلصوا؟ هو انتوا كنتوا بتغشوا؟ تودوني في داهية. مش هألف، مش مألف أنا حاجة. هيا تعالي يا بنتي سمعيني مقطوعة شعرية من اللي انتي مألفاها. اصل عواطف قطعت حبل افكاري. تعالي اسمعوا بقى يا حبايبي الشعر بتاع خطوبة هيا. قولي يا حبيبتي. ونزلت يوم 30 ومعايا الملايين. الله. عشان مصر تبقى لكل المصريين يا كل شعبنا. دي مصر حبيبتي ولينا كلنا. مسلم مسيحي الواحدة تلمنا، ويعيشت بلادي ومصر أمنا. لو كان عندي بطاقة كنت مضيت لتمرد، لكن عندي طاقة ولازم إني أصمت. مرجعتش في كلامي ونزلت يوم 30، السيسي ألف بيان، الشعب في الميدان، وأنا بقولها كمان مصر أعلى مكان. برافو. مصر تحيا مصر. مصر مصر تحيا مصر. مصر مصر تحيا مصر. مصر مصر تحيا مصر. بص بقى يا إبراهيم، إحنا لازم نهتم بالطفل. اولا عندنا في المحطه مفيش ولا برنامج يهتم بالطفوله ولا الاطفال. صح، احنا عايزين نعمل حاجه. ممكن ادخل؟ هيومه يا حبيبه قلب مامي، ايه المفاجاه الحلوه دي يا قمر؟ يا اهلا يا اهلا حبيبتي. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا لو عليا اقعد هنا معاكي اسبوع، بس انت من الميديا وعارفه طبيعه شغلنا، work all the time. انا استاذن انا يا فندم، عشان يعني ده اجتماع عائلي ما ينفعش موجود. اتفضل يا ابراهيم يا حبيبي اتفضل. مؤدب الواد ده، متربي. بصي ده اكتر واحد عندي في المحطه متربي. ها قولي لي يا بنوته، الزياره دي بقى لله ولا للوطن؟ مامي حبيبتي بتشك في هيومه. يا ستي انا جايه اقول لك انك على طول وحشاني واطمن عليكي واشوف اخبارك ايه. يا سلام، مش قادره اصدق، مش قادره اصدق. يا بختي يا هنايا. تشربي ايه حبيبتي؟ ولا حاجه. ايه اجيب لك كوبايه لبن؟ لبن ايه بس يا مامي؟ ايه طيب ايه ساندوتش بيتشي بقى؟ لا يا حبيبتي مش عايزه حاجه. يبقى زر بطاطا. بطاطا ايه بس يا مامي؟ انا جايه بطمن عليكي وهمشي على طول. يا حبيبتي انا ما بلحقش اشبع منك، معقوله تيجي وتمشي كده على طول؟ ما تكونيش طماعه بقى. على فكره انت المره اللي فاتت في البرنامج كنت هايله اسد، ولا بان عليكي انك اتهزيتي اللحظه. طبعا اعداء النجاح قاعدين متربصين لي. ما هم طبعا لازم يغيروا منك، ليدي شيك ناجحه طبعا لازم يغيروا منك. هاتي بوسه بقى عشان الحق عندي شغل. قال لي كده عندي شغل. ده انت ما قعدتيش دقيقه واحده. هطمن عليكي في التليفون. كل المشوار ده عشان دي؟ طب والنبي تبقي تيجي تاني. باي باي يا روحي. عشان خاطر تبقي تيجي تاني. يا حبيبه قلب امها يا ناس، كل المشوار ده عشان تيجي تشوفني دقيقه؟ انا ربيت حبيبتي يا حبيبة قلب أمك يا ناس، تبى المشوار ده كله عشان بس تشوفني دقيقة. يا حبيبتي أطمن عليكي يا قلبي، حبيبتي محترمة يا زين ما ربيت. يا بطيا يا واطي، العيال مش متربية خالص.
ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا سياده الرائد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا جاي ابدي اعجابي باللي حضرتك عملتيه امبارح في برنامج هنا الحقيقه. قصدك هنا الحريقه؟ شفت انا عملت فيها ايه؟ انا زنجفتها، خليت وشها زي المشايه، بس للاسف ما عجبش الناس اللي فوق. ليه يعني؟ قال ايه؟ كان لازم استاذن قبل ما ادخل المداخله دي، مع اني كنت ماسكه لساني، كان الكلام محشور في ركبتي. قال ايه؟ كان لازم نتفق هنقول ايه. بس ده حدث مستفز جدا ومفاجئ، وكان لازم اي حد فينا يرد. والله انا قلت كده، بس تقول ايه بقى؟ معلش يا فندم، بس ده برضو ما يمنعش ان انا ابدي اعجابي بمداخله حضرتك. متشكره يا احمد، متشكره قوي. ويا ريت حضرتك توصلي سلامي لانسه امانه. هي مش انسه برضو؟ ايه هو الجو قفش ولا انا اللي لابسه تقيل ولا ايه؟ حاسه بكرشة نفس. انت كنت بتقول ايه؟ الأنسة أمانة يا فندم، الأنسة أمانة. أنسة. أنت بتسأل ليه؟ هتعمل لها رخصة قيادة؟ لا يا فندم والله، أنا يعني لما شفتها أعجبت جدا بذوقها وبأخلاقها، وده مش غريب على بنت العميد نور اللي كلنا اتعلمنا منها الانضباط. ده أنت جاي تثبتني بقى، الحكاية بقى مش معجب بكلامي. متشكرين، متشكرين يا أستاذ أحمد، متشكرين. في حاجة تانية يعني وموضوع تاني يعني عايز أخش فيه كده مباشرة. اتفضل اتفضل، شكلك هتطول، قول كل اللي في نفسك، اتفضل. أنا معجب جدا ببنت سيادتك، ويعني يا ريت حضرتك تسمحي لي إن أنا أخطبها من حضرتك. كده؟ خبط لازق يعني؟ إيه جاي تلحم كاوتش؟ ده أنت لسه شايفها من يومين. النهاردة معجب بيها، بكرة تتجوزها، بعد بكرة تخلفه. بقول لك إيه، ما تقول لي يا حماتي ونخلص. لا يعني هو الموضوع ما جاش خبط لازق يعني، انا بقى لي يومين بعمل تحريات. نعم 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 نعم، انت بتعمل تحريات عن بنتي ليه؟ حد قال لك انها خارجه بكفاله؟ لا 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 ما اقصدش والله يا فندم، انا اسف. افندم ايه انت خليت فيها يا فندم؟ ده انت من شويه كنت هتقول لي يا طنط، وجاي تقول لي انا معجب بكلام. انت بتركبني المراجيح يا فدي؟ يلا يا سياده الرائد، يلا انهي المناقشه دي، لحسن تسمع مني كلام يزعلك قوي. بلاوي. قال ايه؟ جاي يقول لي النضاره بس يا فندم عشان الشمس بره حاميه. اتفضل نضارتك. تمام سيادتك يا فندم. قال جاي يقول لي كلامك عاجبني، جاي يعممني في وضح النهار. بلاوي. مساء الخير يا عدالة. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ جهزي نفسك عشان هتسافري شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ ليه؟ أيوة. يا فندم وامتى؟ فندق الحر اللي هناك الشبكة فيه وقعت تماما، والإدارة اتصلت بينا عشان نبعت لهم حد. أيوة يا فندم، بس أنا بس إيه؟ أنت قلت مش فارق معاك الأول دور، خلاص أهو شغل وفسحة كمان. جهزي نفسك عشان ميعاد الطيارة كمان 4 ساعات، أوكي؟ ودي وقعت ايه السودة دي يا ربي؟ معايا بضاعة من بورسعيد المستورد، خد لك فكرة واشتري بكرة. معايا كوبايات حلل، شوك، معالق، سكاكين. انت اللي بتنادي اطلع لي فوق. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. سلام وطابرك. تعال هنا، راح فين؟ الجماعة اللي فوق نادوا علي. وانت مين لا مؤاخذة؟ انا بياع شنطة من بورسعيد. ادخل ادخل. شكرا. استنى عندك، ايه اللي معاك هنا؟ انا معايا حلل ومعايا كوبايات ومعايا شوك ومعايا معالق. فرجني. خد يا سيدي، دي كوبايات مج 2 في 1، حاجه حلوه قوي. وده الكبه. المسعود اللي تحت قال لك حاجه؟ بلفته بكلمتين يا ست هاني. طيب يلا وريني. ادي حته. وادي الحته الثانيه. ماشي. اصلي؟ اصلي. يلا. عايز حاجه ثانيه يا ست هاني؟ لا. بسرعه. على تليفونات بقى. ماشي يلا. We'll be right back.
الله يسلمك، ايه الاخبار؟ كله تمام، بس في مشكله بسيطه كده في النتورك فجاه وقع، فكلمنا الشركه وقالوا هيبعتوا مهندس عشان يصلحه. طيب عادي، على الله يجي بسرعه. ما احنا اكدنا عليهم، هم قالوا هيوصل في طريقه الساعه 6 وانا هبعت له بقى حد عشان يجيبه. طيب كل ده كويس، اخبار تانيه؟ لا كله تمام، مفيش اي مشاكل. ايه اللي حصل لامك في الندوه؟ يا دي كانت ليله يا بابا. لبست ازازه في وشها في وسط الندوه وجايه بقى وشها وارم وبتاع، انت فاهم، غاويه ندوات وخناقات. ما هي اللي عامله نفسها الزناتي خليفه. المهم خلص شغلك ونتقابل على الغدا. اوكي يا حبيبي. انت بتكلمي ايه؟ عيل سيس يا بنت انت؟ اختك اتخطفت. واضح ان ماما بتحبك قوي. ليه ارهابيين عندي في الفندق؟ ده ايه البلاوي اللي عماله تحدف عليها دي يا ربي؟ ده كلام برضو يا محمود. والله كلام حلو. ايه البرود اللي انت فيه ده؟ شكلها هتخلي الراجل ده يعلن الحرب في سينا. انا طلقتك من 20 سنة، يعني خلاص مش من حقك تهزقيني. انا عيني بتلقط الجريمه قبل ما بتحصل. سيبيني قاعده هنا. طب انت ليه مستعجله كده؟ مشاورك السريه كترت يا بنتي يا مونمون. انا الحسنه عندي تخص والسيئه تعوم.